عادش كابو انت ايس كريم استنقدر استنقدر تاك بدا عشورة حمت عشورة يا مشولة مشولة لا انت تادن ها كم تاك يا كافين شونا هل بركم هل مروت سكولا؟ تكامت قوسي قوسي سبيلا أهلا لبنات وش راكم؟ أهلين الحب أهلا وش راكم لبنات؟ وش راكم يا لبنات؟ حيلو هذا وراني بدخل خرجت برا جبت شوية جاج وجيت هذا وراني ندخل لبنات اليوم كان نهار بزاف طويل قلت لك كارلين وقتها تزوجي ما فهمت والو شوفي اختي شوفي خلي صافي انا مازال ما نتزوج انا اللي راح نتزوج قريب انا راح نتزوج قريب اختي قريب فقارو نوريكم هاد الحاجه البنات قارو نوريكم هاد الحاجه بصح ندير لكم عليها التصويره ونرجع دقيقه البنات راني صورت لكم واحد الحاجه حبيت قبل ما ندخلوا في موضوع تاع اليوم حبيت نوريكم هاد الحاجه شوفوا البنات اللي تعرف الترجم الترجم راني صورت لكم غير دروك اللي تعرف الترجم الترجم البنات ها اسحاق كتب لي رساله كتب لي ميساج على 4:14 شحال هي الساعه دروك راهي 4:54 كتب لي ميساج قال لي اليوم راني باغي نهضر معاك قال لي راكي قادره تهضري في التليفون في الليل قلت له على واش راه كاين هيك قلت له كي من هكا عيط لي دروك قبل ما ندير لايف عيط لي قال لي بلي راني نتلقى بزاف رسائل مزعجه باش ما يتمش هذا الزواج قال لي انا ما قدرتش وصلوا جابوا النيميرو تاع التليفون تاعه وكل يوم يرسلوا اس ام اس عليا صاويري ها شافيا ها شي ما فياش يا الملائكه يا المبشرين بالجنه يا قالتلك يهودية انتي راكي راح تزوجي مع وليد توم معناها اليهود هما اللي يديرو كيما هكا وي مدام انا يهودية عندك مشكلة مدام كي شادة عليا السما خفيها عليا وي مدام انا يهودية شكون هذه اللي قلتي لها ولا لا ندخلكم في هذا الموضوع ولا بعد جابوني ميرو مهبلينها مسكينة أنا قلت لك حنايا حنا وين نروحو مطيحين بيصانا بين الجناس من بعد يقول لك بلي لا حنا اللي عاودي سكتو وصلوا له راه في يومين تيليفونه مطفاش بلي ميساج يومين تيليفونه مطفاش بلي ميساج مدام غير وريت الخاتم كلبو ربي راه بيرزقهم على بها شتو رانا عايشين غير في الزبل غير الزبل غير الزبل على بها ما طلعوش في حتى حاجه دنيا تخيلي اغنى بلد في العالم اللي هي اغنى بلد في افريقيا اللي هي الجزائر ودايره كي من هكا بسببين القلوب اللي عايشين فيها الجزائر كون يدخلوا يعيشوا فيها يقول 10 سنين براسهم ما ترجع خدمه لدبي خاطرش راه يخدموا فيها بالمية حنا ربي مكحل لهم القلوب وعطيهم بلاصه ماهيش بلاصتهم المهم لبنات كاينه وحده مسكينه نعرفها قالت لي كارولي راني باغي ندير فيزا لدبي قلت لها فيزا سياحيه ولا راكي راح تسكني تم
قالت لي لا لا راني باغيه نستقر تما. ولا لا هضرت معها ونصحتها من بعد كي انا قلت لها هاني نصحها بالك البنات اللي راهم باغيين يقولوا يستقروا في دبي. يشبه لتوم اختي اسحاق يشبه لتوم. الفكره اللي راهي عندك في راسك ديها وبلعي فمك اختي. قلت ولتوم اختي ولتوم تساليني راني باغي نزوج ربيبي تساليني كاعك ولا كاعي. قلت لك يا حبيبتي احنا في البلاد وما طلقونا نزيد معنا وانا طلقوك انت. والله لاني ما خلق والله العظيم اني مخلوعه مسكين. قلت لها بدل النيميرو تاع التليفون تاعك صايبه ما يعرفوني ما يعرفو بارطاجي والو. راهم حاطينها في كاش جروب ولا حاطينها في كاش بلاصه غير روح بدل النيميرو تاعك تاع التليفون. بس كديرها والله يا اختي جابوا النيميرو راهم مهبلين صاوير الخدم وشافهم كان هادي وشافها من بداية تاع الفيديوهات يعني وين راهي حاجة جديدة قولوا لي وين راهي حاجة جديدة زعما مكانش حاجة جديدة. قلت لها راني دايرة عمليات قلت لها راني خادمة وجهي وليت لها تصويرتي كوكو دايرة زمان وين راها جديدة راهم خالعيني والله روحوا يجبدوا أسوأ تصاوير ويبحثوهم له أسوأ تصاوير ويبحثوهم له. معليش قلت لك سمحتي واش راه صاري في تيرت واش راه صاري في تيرت قلت لك وحده توم شيخه واسحاق والكارولين دوها من عندي اختي راني ما خبرتك هذا السر في البريفي ما خصني نكون شري فيه قدام الناس ما كاينش تاع اسرار اختي ما كاينش تاع اسرار. وانا قلت لك اختكم اسحاق ولا 93 البنات كذبت عليكم ما كذبت عليكم ولا لي يبغون لي قنبر بيهم كما يقول الوهراني راك تقنبر بيا يموتوا على لي قنبر بيهم والله العظيم يموتوا على واحد طرادقي. المهم والله انا نهضروا في المفيد هيا هذه انسان انا عارفه ما شاء الله نحكي معاها من فتره لفتره الواتساب حتى اليوم الصباح قالت لي ورات لي صورت لي الفيزا تاع دبي في الباسبور الجزائري. قلت لها راكي راح تستقري ولا راكي راح تعيشي راكي راح تستقري ولا راكي سياحه. قالت لي انا راني راح سياحه بصح راني رايحه بنيه الاستقرار. قلت لها شوفي دوك الدراهم اللي راكي راح تخسريهم بالطياره تخسري فيهم عام ولا ما على باليش على الكرا وخسرتيهم في الفيزا تاع دبي على ما تدبريش فيزا اوروبيه لاسبانيا ولا لطاليان ولا لفرنسا ضايعين حياتك 4 سنين ولا 5 سنين ولا 6 سنين اربدي جنسيه اوروبيه في دبي. شوفي كي تدخلي باسبور جزائري كي تدخلي باسبور اوروبي فرقت بيا في المعامله. انا نزلت وشفت الفندق فرقت بيا في المعامله يجي من بعيد يحل لك لاسونسير قسما بالله العظيم. وكاينين البنات مساكين جاو عندي باش يشوفوني في الشومبرا هو صح نورمالمون ما يفوتهاش حتى يشوف يعني الاوراق تاعها يشوف كيسما كارت ايدي طوتي مش راه كيسموها تاعها باش يطلعوها للشومبرا قاعدين يتكسل عليه بتكسال اللامين اختي. وانا كنت نشوف قصة مساكن البنات اللي جاو يزوروني في كي كنت في لوتيل في دبي كيما كنت هذاك شبه العملية والله العمر الزاوجة تاني كي عاد يرجعوا لي وعافهم جاي لي يخرج يتقلش قال لا مدام ما نقدروا نعيطوا لها ما نقدروا نطلعوا لها دروك للشومبرا قعدي قاري حتى تنزل هي حتى كتبت لي في الواتساب نزلت لها تحت والله اختي حتى كتبت لها في حتى كتبت لي في الواتساب باش نزلت لها تحت وطلعتها معايا
لاسونسير قال لها لا ما تقدرش نزعجها انايا ولو ما هو عيط لي في التليفون لا لا تي شوفوا اللي راهي باغيه تروح تستقر روحي صح روحي فاكونس دبي طنجة روحي سياحة شي كانت ساتل ويذ ذا فيزا اي دونت نو لانا ويلي لانا راهم يروحوا بالفيزا ويحرقوا تما يحرقوها وبعد كينا يدبروا إقامة بصح انا ما ننصحش اي وحده تطلع باسبور جزائري تعيش في دبي ما روحي سياحة وي بصح تقولي لي روح نعيش باسبوري تزيري ما عندك جنسية خلاف ما تعيشيش شاط روحي تخدمي تما قولي لي شاط روحي شابة تخدمي تما باسبورك تزيري هاي قولي لي اختي شابة تروحي تخدمي باسبورك تزيري في دبي الحمد لله شوفو مانيش نطيح بقيمة الباسبور الجزائري ولكن كاع رانا عارفين بلي ما منها والو كاع رانا عارفين هذا الشيء ما منها والو قدك شهادتك تكتبي هذه صرات جامي صرات في دبي لا لا صرات في دبي بابا صرات في دبي ها وتلقاي الاولويه ديال الجنسيه اللي عندهم جنسيه اوروبيه ها علاه بالعاني راكي ديري كيما هذه ما كاش منها انت كاينه منها تروح لدبي كي تروح لدبي شنو غادي دير تروح ديرها ولا تروح تحك في العيد في صافي ديالهم قولي غدا ماما ماما اوكي جو جو تيك توك شويه قالت لك الناس راهم بالباسبور تزيري ويخدموا عادي بصح بنت شناف بنت شناف مدام والله لا بنت شناف كي حاسبه يخدم صح صح قلبو راها ساوي ثلاث ما كره صايب كنا طلع ودار يا مدام انا ما خفتي كوحده نزلت وشافت وكوحده نسافر بزاف وشايفه المطارات كيفاش ينفو كيفاش يديروا مدام قسما بالله كي يضحك لك في وجهك بصح داخليا قسما بالله العظيم ما هو قابلك والله العلي العظيم ما هو قابلك قسما بالله جيبي لي اي وحده تكذبني في وجهي راهي خدامه في دبي وما عندهاش ما يخطط مباقه حمراء شوفي كي راهي دايره تما شوية اختي قاعدة تخدمي شنو يخدموا يحرثوا ثما شنو شنو تخدم شادة بيرو ولا شنو شادة ها اللي راهي تخدم حلاقة ولا راهي تخدم في لافار ولا راهي تروح للديار باش دير الباديكير والمينيكير شنو بيديرو بلا هذوك تاع اللي راهم في ديال المساكين اللي راهم يروحوا يرقصوا قولي لي مدام كاع لي راهم بامكانتهم في دبي تلقاهم دبل ناسيوناليتي اختي لا لا انتي خاسرة خاسرة درام اللهم خسرهم بذكاء نهار دبي نهار لي نحدد دبي وحلت مشاريعها شكون هي أول بلدان اللي اقترحت عليهم باش يستثمروا فيها اقترحت على الجزائر مدام اقترحت على أوروبا كاملة خاسرة خاسرة دراهم اللهم خسريهم بيدك يا صاي قاع طلعوا ساكنين في دبي وقاع طلعوا شادين مناصب في دبي غير سكتونا قالت لك وحدة علاش دخلتي الماسونية سؤال علاش دخلت الماسونية كيف هكا اللي جينا عندها برايفت جيت وانا ما عنديش برايفت جيت مدام قولي مدام اللي داخله في الماسونية راهي قاعده وبتقلي البطاطا دروك
كراني بالخدامات والفيلا في دبي كي دايره ولا في كاليفورنيا، ناتي بالمربيات الليموزين اللي راني كاسبتها عندي عليها سواق يحل الباب، والسواق واللي تحت واللي داخل اللوطو يقسم يمد لي الغاز وسط راسه، والباتيسري هذه حاله اللي تنظم للماسونيه دايره كيما هاك. انا هاني انضميت ليهم، ها واش انا استفدت؟ انا كون يجي يعرضوا عليا ينعبوا الفوق وقسما بالله العظيم ننضم، والله ننضم. ما عندوش انا نكذب عليك اختي، انا كون يجو ننضم من اجل المال. ها يا اختي هذه حالة اللي راهي منضمه دايره كيما هاك مدام تريكور عندي من العام اللي فات، هذه هي حالة المنضمه دايره كيما هاك. بصح كون يجو لي ننضم مدام، ما نخافش منك نقولها لك في وجهك. انا على راني بانق ايه نقلب بطاطا مع الدجاج. شوفي نورس فارزة في عام شتو وين راحت، هذي كوا كي تقولي لها بلي انضميتي يجي عليها الانضمام ماشي كيما كارولي. قال من عام دارت ماركت ودارت ودارت كاع العالم، هذوك اللي بان عليهم الانضمام ماشي كي جاتي انا. اذا نقاوكم ديك بلاصه اسحاق نحشم لكم نحشم نخرج معاك. شوفي جهاد نور كاع ما قالش هذا الكلام، وبركي ما ظل يديك النميمه اختي، طاش عندي اللي راهم يتبعوا عندي اللي راهم يجيبوا لي الاخبار، ما قالش كاع هذا الكلام وبركي ما ديري في النميمه. العربي باش تطيحي له نيفه تهبطيه الارض الارض، والله لازم تجيبي له سرها كبير فقط يهضر خطري بالبروف. ما قالتش وما عندي ناس، كون قالتك وجاو خبروني. انا ما تجي في ما تجيش الدور، مهما نعايرها مهما نهضر ما تجيش الدور، واش راه عارف واش راه عندي. البارح البنات دخلت تصفق لك دخلت تصفق لك، انا بيتها الليل قرا باش تصفق باش انا نحط. الله غالب ما تصفقتش. الإماراتية يمدوا إقامة 10 سنين ولا الإقامة الذهبية هي الإقامة 10 سنين. إش كان again with work permit and security. Yes it's difficult, it's really difficult. السلام عليكم، السلام لبنات، واش راكم؟ قلت لك نحي هذاك البوني اختي، دوشت مع البنات وخرجنا، مشيتهم شويه خليتهم يلعبوا في البارك وجبت الدجاج وجيت. غادي اليوم نخدم قاعده مع العشيه نخدم شغلي في الكيراتين، راني راح نديرها في 24، ما بقاليش بزاف على الكيراتين باش نديرها. كي ندير الكيراتين ما تزيدوش كاع تشوفوا البوني. صحيح الاقامه مميزه، كاينه الاقامه تاع 10 سنين هي الاقامه الدائمه، بصح علاه ما يمدوش الجنسية؟ أنا ما فهمتش، علاه ما يمدوش الجنسية في الإمارات؟ ولادك يدوهم إذا تزوجتي إماراتي، بصح أنت طول حياتك ما فهمتش أنا هذا كيفاش تمشيو، كاع بلادهم عزيزة كيما نهارك، لا لا عاطيهم قيمة لأمارهم. نعرف أنا الدكتورة خلود متزوجة مع هذاك راجلها أردني، النهار هما كويتيين يعايروا فيها ويعايروا في ولادها، طاكش ولادها ما داوش الجنسية الكويتية، داو الجنسية الأردنية. النهار هما راجلها اسمه أمين، النهار هما يعايروا في راجلها أمين، كيفاش دمرت مستقبل ولادها ودمرت حياتها. كي ندخل عندها الانستغرام نبدا كي تحط تصويرة معاها نبدا نقرا في لي كومونتير، أنا كنت حسبتها راجلها كويتي طلع أردني، ولادها ردوا الجنسية الأردنية.
قال لك بلي دمرت مستقبل ولادها. شنو هو الحشره؟ تيجاج بطاطا مقليه وسلطه البيطراف. كل واحد يدير فيه قلت. قوتي لتوم، قوتي لتوم. توم 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 ماما قلت لتوم سنلنا توم كان دو يلبا هذاك الخالي جداك ما يمدوش الجنسية ومكانش تقاعد تقاعد تاع الخدمة مكانش عليه يخدم ماما قلت لتوم As an employer, I will not risk with under visa because it will affect the company profile. Yes, Lana, they go with visa. They take tourist visa and after they just stay. And they start searching for permanent stay in Dubai. Some they buy it. تبكي على السوسات البنات وياه خرج شويه انا من البارك وخليت السوسات في البارك وانا شفت السوسات خليتها قلت لها يا جنة نقولها تديها ولا نقولها ما تديهاش شفتها ما سقساتش عليها جيت وخليت السوسات في البارك راهي بدات فكرتها وياه اليوم شي سكتنا اي جمع سكتهم مع عباد الله راهي تبكي على السوسات وانا السوسات خليتها في البارك ناي تاليدنا يمنا يريد تاليدنا سنلا سمعتوا هذا الصوت قلت لك في المدرسة ما يفرضوش عليك الطيبي أكل صحي للبنات في المدرسة هي اللي تفطرهم مدام انا نديرها اللمجه نديرها الخبز مع هكا مع كونفيتير ولا نديرها مع هذاك ذاك الدجاج المدخن ولا السلامي وندير لها ياغورت وندير لها شويه تفاح ولا شويه زروديه هذا مكاني فطرهم في المدرسه اختي عندنا هنايا خاطرش الماكله اللي نديرها لها ما تجيب نصها كاع ما تاكلهاش مادام هنا يوكلوه من الماكله الحاميه في المدارس الحليب الماكله الحاميه العصير قلت يعطوهم صفت ولا غير الحليب والماء بدولهم لا داري لميني شباب قلت لك الغريبيه الغريبيه راه قريب تكمل اختي انا كل يوم غير انا راني ناكل منها هكا غادي ندير لهم بطاطا شويه مع البلاج كافا ورا ما يحش مهبلوه اسحاق قسما بالله شنو غادي ديري هذا هما الديريين والله انا خطرات انا كي نشوف يصالي كي من هكا وانا بعيده كل البعد عليهم نقول يا الناس اللي راهي عايشه في وسطهم كراهي دايره معاهم قلت لك كارولي وقتاش ديري لايف في تيك توك بالك اليوم داك نشوف على حسب الجندونه لا رقدت بكري وما ناضتش ندير البارح لا غالب هبلسني راهي مريضه شويه قلت لك الجزائر ثاني وكلوا فيها اختي انا ما نعرفش لا يمدوا لكم الاكل في الجزائر ولا لا في المدارس هذيك اللي راهي تسقسي فيا ما نعرفش اختي اذا يمدوا الافطار في الجزائر ولا لا قالت لك رانيا مع السكريه كنت نقول مسخوطه الوالدين رانيا مع السكريه مره عايرسني مع على باليش غير واحد انا لقيتها دايره فيديو تعاير فيا وجامي درت عليها وجامي صاحبت هذيك الانسانه ما قالت لك رانيا مع السكريه كنت نقول مسخوطه الوالدين بصح درت مين عرفت الامهات واري قالت لك وليت قادرك ونتحيلك مره عايرتني خبرك وين تعايرتني في 2019 ولا في 2020 زمان كي بديت السوشيال ميديا وكي ولات كي خرجت هذيك زعما وحده تعاير وحده باش تطلع عايرتني وحدها ما على باليش كاع لقيتها هضرت عليا ومعايرتني ودير عليا فيديو انا رحت بلوكيتها ديريكت ما حاولتش نروح نهضر معاها شكاين شي ما كاينش صراحه
كونتاكت هذيك الانسانه. واحد لقيتها دايره فيديو تعيط ليا باش يطلعوا كراك كانوا يدابزوا باش يطلعوا. هيا هذو اليابات قاعده 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 حتى لقيت لقيتهم في جروب مع بعض المغربيه شويه قاعده تقول قال لك باللي الكيرانيه اش صرالها. شوفي شوفي ماشي كل الام تولد هي ام. الله يكون في عونك رانيا، راني شفت واش راه صاري عندك والله يكون في عونك. قال لك ما تكونش من الضحكين حتى تصبح من المبليين. شحال من وحده ضحكت عليا وعشيت عايشه قصتي. وهذو اللي راهم يديروا عليا لي فلوق تاع عايشه مع توم واسحاق ويعايروا فيا ويعايروا في توم ويعايروا في اسحاق، تلقاها دايره العجب اكثر منه. تلقايها متزوجه وخدامه المدير يدي والزميل في العمل يدي فقط. مزيه الحمد لله ربي جا ساتر علينا في عيننا ما بدوها. مزيه ربي سبحانه ساتر علينا في عيننا البنات. هذيك راه غلقت عليا الباب باش ما يجونيش. قالت لك معليش فهمينا واش مديانا راكي تتبعي فيها، صرحي بها الناس باش نعرفوا شكون اللي راه يتبعوك المسلمين ولا اليهود. اختي انت من طحتي عليا اليوم بهذه الديانه صاي خلصوا مع المواضيع زعما جبتيني من جهه الديانه. كون جيت انا يهوديه على راني منزله ولد الناس باش نتزوجيه في جامعه والزواج اسلامي ونعقد عند الامام. طاح طاح لكم الادسنس في اليوتيوب جيتوا تخرجوا عندي قصايص جدد ما فهمتش انايا. انا نشوفك من الصباح تدوري في اسئله مانيش تاع بلاصتها اختي، مانيش باغيه نبلوكيك بصح نبلوكيك ما عندي حتى اي مشكله. قعدي تفرجي كيما الناس عندك سؤال خلاف الطرحيه بركي ما تضلي. هاو خلاص لهم طاح لهم الادسنس في اليوتيوب راكي جايه عندي انا بتخرجي مني ولا تشوفي اشواق. اهلا اشواق. اشواق ما درتيش ما طلعتيش اليوم لايف مع راني نتبعك في التيك توك. خاطرك شعلها اليوتيوب راه في الارض وباش يطلعوا دروك راهم جايين عندي سقسوا في اسئله ما على باليش ما راهم يجيبوا فيها. توم داير كيراتي لا شعر طبيعي اختي شعره طبيعي داير كي من هاك. قال لي البارح على ما شريتيش البطاطا الواجده اللي تتقلى عجبتني ما درت سماط لي ما كاش كيما اللي تنقيها وحدك. قالت لك كارولين علاش ما تعيشيش انت واسحاق وبناتك في دوله عربيه؟ انا نقدر نتاقلم بصح اسحاق يقدر يتاقلم باش يخدم ثم؟ ها راه نقولوا صاي راه خدم ثم يدي الدبلوم تاعو منا ينزل يخدم. المريض كيجي باش يهضر له يديروا له مترجم شويه. اسحاق انا ما عندي حتى مشكله نروح لاي بلاد عربيه بصح هو ضربك شاي ديالو يقعد مقابلني. هاي يا اختي نبغى نبالك نجربو مده عام نعيشو في كلاش بلاد هو يدي عطله يدي مالادي تاع عام ونروحو. كيسولي عندك بزاف على الدين. شوفي هذا هذيق هذا بليز باسكا دايره مدام تمسي يا خوم اوكي. هذا اسئله تاع الدين تجي فتره من الفترة عندي في الصفحه. اكتشفت مؤخرا كي يطيح الادسنس ولا كي يقللهم اليوتيوب الدخل تاع اليوتيوب يجوا عندي يخربوا لي في الدين ولا كي يلقاوني من كل شيء راني راضيه مرتضيه على نفسي يجي يخربوا لك في الدين.
انا ما كاينش اللي يدخل بيني وبين ربي. فقط. وعارفين باللي الشعب حساس من ناحيه الدين ومن ناحيه الوالدين. هيا يجوا عندي هنا يلعبوا بالدين عندي، ها راكي يهوديه، ها راكي مسيحيه، ها راكي فلانه، غير روحوا قولوا لي انا كلش. انا كل ما انزل رب العالمين من الكتب السماويه نؤمن بهم، غير روحوا بعدوا لي. ايوه بغيت نخبركم حاجه، كاين واحد اسمه وحيد حط ستوري في الانستغرام باللي راه دخلت دخل الكنيسه في الجزائر. انا من الصباح قالوا لي كارولين شوفي انا نهار اللي دخلت للكنيسه وريت لكم الكنيسه وليت انا اليهوديه، كاين واحد اسمه وحيد دخل الى الجزائر، في الجزائر دخل للكنيسه قاعد يصور فيها، راه عندي الفيديو. دقيقه دقيقه دقيقه، واحد التعليقات حطها في التيك توك، راه مراسلي مطاقيني في التيك توك. ما نقدرش نوري لها تصويرتها باش ما يديرليش كوبي رايت على 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 بصح نوريكم غير هاكا وينه اللي راه متبعتها في التيك توك. نقرا لكم التعاليق. دخلت للكنيسه وعادي وسبحان الله تنحمد ربي على نعمه الاسلام. انا ما قلتوليش كي من هاك احترام لكل الاديان. سيدنا عيسى عليه السلام للابونا عنابه زينه، هذه الكنيسه جايه في عنابه، هذه رحنا لها في الصيف في عنابه، هذه تاع عنابه مريم العذراء. خرج واحد التعاليق مكاش تعليق سلبي. كاينه كنيسه حدا دارنا ما نحبش ندخل لها، العذراء ماشي العذراء. انا دخلت ليها هذه راهي كسبه، انا دخلت ليها كنيسه كاثوليكيه تاع النبا لالا بونا. بدايه الفيديو ضحك، قولوا والله موسيقى هاديه كي شغل تقنعك برك ما تخاف ما والو. طاش علاه راهم دايرين ترانيم فيها. قرات شوفي كاينه وحده هنايا فكرتني كي دخلت انا اول مره خفت وتقلقت ما حبيتش نقعد خرجت، بصح المره الثانيه دخلت وشفتها بيا الحمد لله على نعمه الاسلام. ما كاش كيما الدين تاعنا كنيسه القديس اوغستين اوغستان في عنابه، لالا بونا في عنابه دخلت ليها تصورت حتى شبعت. مكاش التعليق يقول لها انت يهودي ولا انت مسيحي. كارولين دخلت للكنيسه ولات كاع الديانات المنبوذه فيها. انت شغل شمعه وي مدام، انا الشمعه فوق راسي ريشه. انا نغلط كاع مع 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 عالم، نغلط كاع مع مع الاجيال، ولا نغلط كاع مع الناس العالم كاع المجتمع العالم ونتسامح، لكن نغلط معاكم انتوما لا مانيش مليحه. تغلطي مع ابليس وما تغلطيش مع الشعب تاعنا. والله انا خلعت، يعجبوني كي يطاقوني خطرات يحطوني باللي انا درت. طوم شو راه يدير عندك؟ راه يتعشى، عرضته اليوم الوحشه عليك ودرت حبه. يا لالا بونا يا لالا بونا.
تصدر كاع 40 مليون تجيني داخل عندك ومتصور. تكتبوا هاي بين كل خاين تم راه مريض مسكين ولا لا راه مريض كرحنا لها الريح. وين تسكنين عرف لا فامي؟ انا اسكن في انا دارنا في تيارة اختي. انا دارنا في تيارة. على بلاش قالوا لي لبنات شرا صاري في تيارة شرا صاري في تيارة. انا اليوم راني اوت على السوشيال ميديا لبنات. والله اليوم خطرش على بناتي في زوج ما ديتهمش اللي يكون. جنة راهي قاعدة السيمانة كاملة ويريد صباعيات للمعلمة قلت لها يريد ما تجيش اليوم راهي تكح. خير ما يديها ويعاود يعيطوا لي نروح نجيبها خليتها راكده. بصح كي خليتها هنايا في الدار خرجنا رانا من الصباح برا خرجوا لعبوا رحنا لماكدونالدز رحنا هذاك تحرق الزيت يا اختي هذاك بيطرف راه يغلي معني ناكل بيطرف مؤخرا بزاف. قلت لك دايرينها تاع السياحه نقولوا معليش يا اختي دايرينها تاع السياحه حتى في مشرع عصفة كاينه كنيسه صغيره ولا ما على باليش تاع مريم العذراء وحتى دروك التاتو تاع مريم العذراء راه باقي في مشرع عصفة والزوي والقبب سيدي فلان وزيدي علان كيفاش بني يدم كيفي كيفاه يتردم والنوض نعطي له الزياره وندعي يا سيدي فلان رزقني ويا سيدي فلان اعطيني ولحد الان مازالوا يروحوا لهم ما خبرك شكون اللي شتها راه حس لهم مؤخرا ماشي انا شتها صراحه خطرش على خبركم شاصره كاينه وحده ساكنه في الالمان مزوجه زوجت على سنه الله ورسوله هذه هي الدنيا ولكن مرت هذاك السيد الاول في الجيري هي هذه السيده نزلت لالجيري نزلت وقتها ما على باليش وين تسكن وهران ولا ما على باليش وين تسكن المهم الغرب كي نزلت لارجيني مرت الراجل الاولى رحت لرسطو صوتتها قالو ايا بعد كنا قاعدين بحثوا لي هذاك الفيديو تاع هذيك الانسانه كي صوتتها انا ما شفتش الصوات صراحه ما نكذبش عليكم بصح شفت وهذيك تغلي وراني جيتك وصوتت لك ودرتك ودرتك وانا الفيديو تاع الصوت قلبت عليه السوشيال ميديا وما لقيته. المهم هذيك راح متصوره سيدي في سيدي قاده انا كي شفتها عند سيدي قاده قلت يا حي مازالوا الناس يامنوا بسيدي قاده وبسيدي فلان وبسيدي علان ولا وصورت والغاشي في سيدي قاده ابسط مثال والناس عايدتهم الكنيسه الكنيسه راهي يقول لها اللي عبدوا الكنيسه راهم يعبدوا في سيدي عيسى اما الجهه اللي تاعنا اللي راه يعبد في البلاد يعبد بالشمع ويعبد راه يبعث في انسان كيما كيف هذه اللي تغيظك شوف روح صافون نتايا هبلتني روح ملوكا ايوا هي وياش راه صاري وياش بلادي تقول لهم كونطرا اليوم جامي شفت الناس يستشفوا في الوالدين وقت تستشفى في الوالدين خليوها ثلاث ايام والما والهلمه راه عندي الخبوره الثمينه فرواجور وديها بزور قالوا لها دي ولادك وروحي خاطرش عندها خوها ابو لحيا حكموها على دولي لا حكموا على الاستبدال اللي راه جاي والله فرواجور حوزوها واحد ما يستشفاش والله العلي العظيم تستشفي ربي يرزقك الضحك راني عايشته راني شفت اختي راهم وصلولي وصلولي شكاين. المهم يا رانا نهضرو في هذو اللي تصوتوا وياه على راجل قاعد يريكي من هاك
تخيلي انا وتومي تزوج وانا والاوكرانيه نديرو كيما نهار على بين على بوشعور. عجبتني في واحد الله قالت لها قالت لي اختي انا راني متزوجه وعروسه جديده. وي تفرجتوا لك الله اللي قالت لي اختي راني متزوجه وراني عروسه جديده. وي انا مين جا هذا مشي دخلت هضر في الكوشه. لا باش مين جا وبيه والله العظيم كنت دايره كاس قهوه والغريبيه والله العظيم كنت مضخه الغريبيه حسيت الغريبيه خرجت لي من نيفي حتى وليت نكحفوتها بشويه القهوه قاعده تفرز تفرز ثلاثتها راجلي راجلي عنده العلامه تاع الصلاه هنا يا راجلي والله العظيم يا نقول لك انا راكي اختي في الله من دوكا راه في البلاد داك الراجل اللي راكي تحامي عليه كي من هكا قسما بالله العظيم كي راح تشوفي منها الوجب تهدي تهدي بناتك يشوفوا عائلتك تشوفوا خاوتك يشوفوا قسما بالله العظيم الراجل اللي تضربي عليه ذراعك والله يخرج لك حاجه من القصب. أمل لوكا شوفي راني أنا وياه متزوجين 11 سنة وصغيرة وما يخصني والو شبه يخصني يا أختي لا نيف وخدمت لا طاي وخدمت وخبطني بأوكرانية مش حتى صغيرة عليا الله الله غير أختي ملوكا ما ظليش الجهاد تاعك الفونسي اللي راه كبيرة راح والله العظيم كي راح تدخلي في واحد المعمعة كبيرة ماهيش قدك راكي راح تنصدمي صدمة حياتك. الراجل والله شوفوا نعطيكم حاجه على الراجل، الراجل مهما يكون ضعيف ومهما يكون محتاج ومهما ما يكونش واصل نهار اللي ترفعيه وترفعيه وترفعيه ونهار اللي يحس روحو مكانته ترفعت وراه قادر على شقاه من ناحيه لي بابي من ناحيه الدار من ناحيه الخدمه من ناحيه البيرمي من ناحيه كلش اول حاجه يديرها يبدلك انتي خاطرش ما يبغيش المراه اللي حافظه الثقب تاع الكروطه تاعو كي داير تلقاي سليبها مقطع ما تخيطيهلاش ديري روحك ما كيش شايفه باش ما يحسش بلي انا هذيك عشت معايا وعشت شوف كي تلاقيتها كي كنت داير ودروك كي وليت داير هذيك العافه كاع اسرارك بدلها وروح نجيب وحده كاع عينيها مغمض ديك القطه ما يعافى عليا والو تلقاني ببلاصتي وبدارتي وبمكانتي اما اللي عارفه عليا اسراري ما نكملش معاها هذا هو الراجل مدام قسما بالله العظيم تلقايك سليبها مقطع والله ديري روحك ما شتيش والله يديري روحك ما شتيش انا خطرات اسحاق كي نخرجوا للقهوه ولا كونوا خارجين ولا كي ياكل ولا يشرب ولا حتى تاخذونا لاصقه هنا ولا ما خبراش والله ما خبر حتى يشوف روحه ولا حتى يكمل بها النهار ديرك ملاك يخنونا لاصقته في نيفو الراجل غير تبداي في سي في وطلعي تمشيه كلبي بينها اللي تعلم يمشي تاع الصح اول وحده يجري عليها هي انت. انا توم نهار اللي كنت ما كان عندي لا دخل مسقم حالتي لا حاله شتوني كي كنت دايره كان راضي عليا وكان الحب كاين نهار اللي بديت مستكلفه بروحي وندخل شويه دراهمات وبدلت نيفي والطياره تحط وروح نسافر من ونسافر من قال لك اختي انت ما توالمينيش راح جاب وحده مسكينه ما عندهاش لي بابي قالت لك الراجل ماشي كيف كيف يا ودي ولا سليقه من ديك الوريقه كما قال لك ناس زمان قولي كاع الراجل ماشي كيف كيف كيما المراه حنينه الراجل ديال كيما هاد حنا نساعدنا حاجه مشتركه واحده هي الحنيه ثاني الرجال عندهم تقييم واحد مشترك الراجل ما يبغيش المراه اللي تكون طالعه عظيم صراحه كوني انت اللي ما عندكش لي باكي زعما يدير معاك هكا مع طليقك الاول هو ما يدير هذا نقول لك مدام راكي جايبك بزاف مشاكل في حياتي والله انا ما نقدرش نكمل معاك كيما هكا يقولها لك
بالك اختي انت راكي جايلك لي المشاكل بزاف في حياتي، انا ما نضلي مديه بالزمعه ولد الناس على جالك ما والو. هيا ما تفهمناش، السلام عليكم. والله ما يدير لهاش، راهي دايره كيما هكا هي. البنات قرات شو شويه خطيت الفتره الاخيره كانوا عندي بزاف مشاكل، والله نسيت ناكل، نسيت نتهلا في روحي، نسيت كلش اختي، والله الا نسيت كلش. شوفي خصني حاجه كبيره الجاج، قلت لكم والله والله اختي قسما بالله العظيم، يعني مع وحده راني تقريبا عايشه هذه التجربه تاع ماشي هو تبدل عليا، تاع انا تبدلت شويه، ما وليتش نسقسي يعطيني كورونا نجيب الحليب، ما وليتش نسقسي طوماطيني نشري لي بود، ما وليتش نسقسي طوما عمر لي كارطة تاع البوس، قال لي اختي ما كاينش مليحة ما يكملش معايا، وراح جاب واحدة دروك مكسورة الجناح نهار اللي تطلع بها ودير لي بابي على ظهره ودير البيرمي ودير الدار، وتعرف الدخلات والخرجات في النرويج، هاو وجهي لا شدها. قلت لك جوفو جو ما على باليش راه يقول هذا، انا بلوكيتو ما فهمتش انا يا الفرنسي، والله ما نفهم انا، خسر يقول في حاجه فرنسك شابه. لذلك ما تتحمسوش بزاف على جال الراجل، وما تضليش عاطيتها كاع صرالك ودايره معاه وما دايره معاه. سقساني والله قال لي اسحاق شحال من راكي تجري ودايره لي لايف، وكي عندها شتو دير بزاف لي لايف، شحال كتدخلي من السوشيال ميديا؟ قلت له 2000 3000 كرون، هذا مرة راني ندخل. قال لي على 2000 3000 كرون راكي دايره كاع حكي من هكا؟ قال لي كون راكي تدخلي من لايف، قلت له 24 ساعة لايف. انا نخبرك انا شحال راني ندخل. والله العظيم علاش نخبرها انا شحال راني ندخل؟ قلت له 2000 3000 كرون، هذا ما كثرت عليه قسما بالله، هذا ما كثرت عليه. انا خبرك انا شعرا راني ندخل. قلت لك كارولين نحتينا الجو برا، شوفي الجو برا، شوفي الجو برا، ها راه الجو خريفي ما شاء الله، شوفي شوفي هذه الشجرة فيها لوعال، فيها زوج حشاش، قلت لك صبري على راجل لوليداتك نو مادام، هو على ما صبرش عليا، هو على ما صبرش عليا مادام، قولي ما صبرش عليا، ما صبرش عليه، انا ربي شحال من خطره عطاني اشاره وكذبت ومازالني مكمله. قالت لك كارولين كيفاش وصلتي الميساج لبناتك بلي راكي رايحه تنفصلي عن زوجك؟ في زوج ما يفهموش معنى الانفصال صراحه، كي جنة هذيك راه في عالم ثاني، هذيك كي تشوف اسحاق تموت عليه، خطاش عليه يلعبها يخرجها يشريها، والله يعاملها اكثر من توم ولاز عليه اكثر من توم صراحه، كي يجوا يقعدوا يتفرجوا هناك تلقاها في حجر اسحاق ما تلقاهاش في حجر توم، واسحاق يريد راهي متفاهمين مازالوا صغار بناتي باش يستوعبوا شنو هو الفراق. وانا نشوف هذا الشيء خطوه درتها مليحه في حياتي، خير ما بنتي تضلي 17 سنه والاخرى تضلي 14 سنه ونجيب لهم واحد صعيبه باش يتاقلموا معاه،
صراحه ما دامهم صغارات يا اختي خليني ما عنديش انا الوقت، الوقت راه يجري، خليني انا نعيش حياتي وبناتي يعيشوا يتاقلموا معاه من ذروك. يعني واش من الفايدة كون نزيد نصبر وما نتزوجش في هذا الوقت؟ خلي بناتي حتى يكبروا، وحده قالت لك خليتي بناتك كبروا، لا بناتي كي يكبروا يولي صعيبه يتاقلموا مع اي واحد نجيبها جديد. يريد تحب الاب تاعها، الاطفال ما يعرفوش واش هما معنى الحب صراحه. راني مع بناتي طول الوقت وعرفت الاطفال ما يعرفوش واش معنى الحب. الاطفال اللي يحب يجذبهم ليهم بالاهتمام فقط. شتو كاش نهار توم شرا بي تاع طياره ولا قال لي نديهم الكاش بلاصه، ولا كان عندنا هنا واحد المدينه تاع العاب في الدنمارك، توم ادي كونجي وديهم ثما للدنمارك. الطفل اللي جده الاهتمام صراحة إسحاق خطرات نحط نحسها باللي مهتم بهم بزاف، ما نكذبش عليكم، عاطيهم الاهتمام، عاطيهم وقت بزاف، على بيها في زوج يبغوه. قالت لك علاش ما سميتيش ابناء عرب؟ بنتي الكبيره سموها يوريد، يوريد يا ناناي توم مساكين. وجنه سموها جنه اسم عربي. I'm sure he will be a good stepfather. Yes, I'm sure about that. Because he really cares. قلت لك كارولين صوري فلوغ روتينك الخريفي في مدينتك. انا بغيت نصور اليوم فلوغ ولكن مع بناتي ما قدرتش، بلا غدوه نصور، لازم لي نلبس ومستيكي الفلوغ تاع اليوتيوبر كي عارفك راه داير. هذه هي شرح صاري في اليوتيوب، راهي قاعده غير من لوكا وامينه محميين الدعوه، لا تصالحوا راح تعلينا البنات، والله العلي العظيم لا تصالحوا هذوك زوجو، صاي اختي نغلقوا كاع فيسبوكاتنا ونقابلوا بعضنا. مع ولاد ديدي صغيره اللي كتبها ربي هذه هي، بس انا مانيش باغيه صراحه، مانيش باغيه، كل الشغله ديكو شغله الحليب غلا، كلش راه غالي في العالم، خصني غير نزيد نولد اختي، كلش راه بالدوبل. السويدية تتبع في كاركار. هاني وسيت الدجاج غسلته نقيته. قاعد حالف مو في التليفون.
قالتلك علاش ما تجيبيش الطفل لاختي ما ثلاث صايد ثلاث ولاد وين بنروح بهم هذا؟ ماشي سهلة والله ما هي سهلة البنات التربية، راه عندي زوج وراني راني كارهة، تعب تعب بزاف البنات التعب، ها لازم يروحوا معايا للحضانة، لازم الأطفال بزاف والله بزاف تعب بزاف. فيها تعب اختي باش تولدي هنايا صراحة. وسورتو راكم عارفين بلي حنا عندنا مشاكل السوسيال هنا في السويد، بلا ما نحكي بلا ما نزيد نكثر ونحكي، راكم عارفين شكاين غلطة صغيرة يجرجروا لك كاع ولادك، ما ترضاش عليك المعلمة ولا ما ترضاش عليك الآنسة تاع الحضانة صاير رحتي في كيلا زيت. قالتلك بصح لا قلتي طلقتي توم ورا عندك في الدار أنفال الأمورة مدام، صح حنا مدام طلقنا، راني نقرا غير للورقة تخرج باش نفكركم، توم راه عندي في الدار باش يروح يسكن في النرويج، ماهيش النرويج تاع بوي وفي طيقة يطولو سكنة، رانا طلقنا كان مقدم في البلدية باش يعطوه سكنة، الحمد لله راه عطاوه سكنة وجاب المفتاح تاعها، توم باش يخرج ويتلقى ويسقسو ويتلقى رايح. في وجوهكم السقسي ديريكت. توم ويش تايم يو ار موفينغ تو نورواي ذيس مانث نوفمبر؟ قال لك 25 نوفمبر راه خارج من السويد نهائيا، ماشي بالسهل البنات. نايغو شوفي ماشي بالسهل تطلق، انايا واه انايا مرا كي نطلق ونروح للبلديه نقولهم ما عنديش سكنه يمدوا لي توت سويت، لاني انا مرا معايا زوج ولاد يمدوا لي توت سويت، ولكن الراجل نو يقولوا له روح حوس وحدك، ما يخلصوا له كرا ما يخلصوا له مصاريف ما يخلصوا له والو، الفتره اللي كان قاعدها معايا كان يحوس على سكنه في النرويج، راه لقى بلديه سجل في السكنه قالوا بلي راني في السويد راني باغي ندخل لبلادي، طاوله سكنه ومضى على العقد، رايح في 25 نوفمبر اخر نهار راكم رايحين تشوفوا معايا طوم في حياتي كامله 25 نوفمبر. جو هذه هي كيفاش دايره هنايا، ماشي هي حسره كون جات كيما البلاد طلق من نخرج تلقى دار منا، ماشي سهله مدام اوروبا جاب لي ربي كاع اوروبا كيما هكا ماشي غير السويد الله اعلم، ماشي سهلة مدام تطلقي منو تروحي تلقاي دار منو، المرأة نقولو تساعدها الدولة كيما نعطاوني هذيك تساعدوني توت سويت، بصح هو نو آخر حاجة تفكر فيها الدولة هنايا هي الراجل، وصاير رايح وما تزيدوش قاع تشوفو، استنبطوا راكم رايحين تتوحشوه والله العظيم راكم رايحين تتوحشوه. بصح قلتي شرا دار مدام، انا ما قلتلكش شرا دار، قلت لكم اللي روحي رجعي لللايف تبعي اختي اللايف، قلت لكم راه حكرا وعلى حساب الدعوه راه باغي يشري دار، راه باغي يكلي فتره ثلاثة شهور ولا اربع شهور ولا خمسة شهور ولا حتى العام، وراه باغي يشري دار، رجعي لللايف وعاودي سمعي. توم كان دوير فهاد هي ما يمشيش بالنية، تبقى يخطط كلش يخطط له كلش يدير له حساب، في طوح كي شافني صاي شوية انشهرت والحمد لله عندي لاباس تاع كل، هو اللي عاوني قال لي روحي تشوفي نولي لك، باش هو عندنا مع الشركة توم
تفاهم عندها مع الشركه تكون هو اللي حل لي شركه ومشيها لي وخدمت برودوي ورانا نخدموا فيه فيه نخدموا فيها في زوج. كون تمشي لي البرودويات اللي نديرو ان شاء الله بربي يكون هو اللي راشد لي الشركه ما يروح يخدم عند الناس ما والو. بصح لا هو بغى العكس صراحه. ليندا ابراكي غير انت اللي ما نساكس قالت لك كاروني تشفي عليا وين راقشتي شتي جنه جنه ما شاء الله راهي اي داخله في 3 سنين وين راقشتي تاع الولاد اختي ليندا. ليندا ابراكي خبركم قصتها هذه هذه نهار اللي بغيت نولد الجنه كاينه وحده تخدم الكروشي في الجزائر خلص هذيك الطفله مولات الكروشي عطيت لها مصروف هي حق الخدمه وعطيت قلت لها هذه هاك يعطيها لامك تدعي لي ربي يسلك لي في زيادتي. ايوا قلت لها بلي هاكي النيميرو هذه تاع فلانه هذه اللي راهي نازله الجزائر مدي لها الكولي مديت لهم النيميرو وتفاهموا. مولات الكروشي سقساتني قالت لي وصل الكولي عنده قلت لها ما وصلش قالت لي انا راه نديتها للطفله كي مولات الكروشي عيطت ليندا ولا تكون خطا تعطيها سبه ما عرفتش ليندا روحي ربي ربي يخصك بهذاك بهذاك الكولي صدقي صدقي عليا صدقي على جنه جنه راهي مرا اختي راني مسامحاتك ليندا الكولي لحد الان ما وصلنيش من عند ما على باليش باش درتي به بصح راني مسامحاتك دنيا واخره بصح تعلمت باش هكا وحده جايه من البلاد ولا وحده نازله من البلاد وما فيها حاجتي نو بصراحة واللي تخلص بالزيادة باش الحاجة توصلني من البلاد في الدياشر ما نمشي الواحد يطلع لي اللي راهي قدامكم لهاد القصة كاينة منها وهم عندي كامل السكرين شوتات ها لا انت قادني بس كديرة ما سمكة أتبون علي فاتي أوكي؟ لم بطاطس But is this onions? ناي اسمك إدي أرنا بيطراف أختي ما عارفش كيسموه البيطراف This is getting hot I think I need to go and change my outfit باقي لكم بيرتا دعز بعض زهرتي وبيعرا شكون بتروح لدبي وحده نعرفها عندي كونتاكت معها خرجت لها فيزا تاع دبي قلت لها روحي سياحه ورجعي شتو ياسمين سعوده راهي في دبي ولا الله يفتحها في وجهها كي خرجت من الجزائر تهنات وشتو الراجل اللي راه معاها باين يبغيها الرجال انت كنتي ما ما يهلك نص عمر والله يزح والله خطرات حنايا نضموا رواحنا ما نعطوا مال رواحنا قسما بالله العلا شوفوا البنات شعري والله العلي 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 العظيم يا البنات خطرات احنا نسى نظلم رواحنا
شتو كي رحت لدبي كي 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 زيانه وكي رقاقت وكي راه تبان عليها دبي ولات تبان قاوريه يا الزح، والله الا ولات تبان قاوريه. البنات هذه شريتها من الخوردة، شريتها وقيت 30 كرونة ولا ما على باليش شريتها. شوفوا كي طوال لازم ندخلو هنايا. واش راح طيبين حجاجاج مع بطاطا وسلطة تاع بيطراف؟ بيطراف غير انا راني ناكله، نخلي فيه غير ضهي يطيب ونطيبه هنايا. قلت لك المظاهر الخداعة يا شوف شعب شعب عندي قصص مع أصحاب المظاهر الخداعة مدام، شعال عندي قصص مع أصحاب المظاهر الخداعة. راسك يحبس، راسك يحبس مدام. شوفوا راه عندي 5% في هذا التليفون، ها نوريكم قصه من صحاب المظاهر خداع. قلت لكم انا كي نحكي نحكي بلي بروف، انا نحكي بلي بروف على بها اللي تخرف فيا من بعد كي نتوب ما توليش تهضر عليا، والله العلي العظيم. شوفوا تلاقيت مع واحد الانسان غير انا وانا 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 هذه بيوتي بلندر تاع وجهها. هذو قاع قاعد تمسحوا، هذو قاع راكم شوفوا. وقيل ترى عندي فيديو، دقيقه 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 عندي فيديو، قاعد تشوفوا الفيديوهات. الفيديو راني راسلاتها بصح موش عندي. الفيديو موش عندي بصح راني راسلاتها، كون ندخل بهذا التليفون نجبد من الواتساب. انا وليت كنشوف وحده مسحاب انا وانا وانا وانا. شوفوا هذه الطبطه فيها في وجهها، المظاهر بري خداعه اختي، المظاهر اكثر حاجه ما تامنوش بها هي المظاهر. لكن ما يخلوكوش كاع اصحاب الفالسو. ها اياكم واياكم 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 تامنوا واش تشوفوا في السوشيال ميديا. هنا كريت تظلموا غير روحكم البنات. هاي ماما انت بس كفو اتركوا
ماما سكتي فنتها قلت لك حبه هوخ ماما دوك نديرها معانا اوكي نتا We have tea, and I have a title book, and I also got a title, my baby habits. So it's for the car. And we can read. Look. Aww. The bliss. We're gonna see the tigers. قلت لك انا من هذه يا اختي انا ما نقول لكمش الاسم بس ما تصدقوش واش كاين في السوشيال ميديا صراحه ما تصدقوش واش كاين في السوشيال ميديا انا وانا دقيقه انا وريبيكا هذا شوفوا فتره في الصيف نزلنا حنا اجتمعنا في الصيف حنا المؤثرات الصراحه كان حاجه خفيفه تاع واحد الانسانه حطت مني العين المهم قاعده كاين انا عرفت بلي هذيك الانسانه غادي تخرج لي خارجه من الخصب شادت ما خليت ما بقيت كلش فالصو في فالصو كي طلعنا كل وحده قفزه الدار من بعد كاينه كاع عصرات هذيك المشكله وحكينا فيها وغلقناها كنسيت لهم التصاوير اللي كانوا معنا حلو فام شلتها ماما يلا قبضتها بس قولي هذا ما دايرت المهم المظاهر خداعة والمظاهر خداعكم تشوفوا الفيديو تاع الصبابيط قلت لك الصور في تركيا وي مدام الصور في تركيا في 2021 تليفوني غادي يطفى كاش مع البيش راه شارجر بين اللفعة انا وين تلقيتها ولقيت معها في الروتيل اختي اللفعكم دورة وقمت اللفعة 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 انا وين لقيت معاها في الروتيل ولا لقيتها غير دقيقة غير دقيقة وصاي وفضت العشرة المهم قسما بالله العظيم كي نشوفكم خطرة اش تبارطاجو التصاوير تاع المؤثرات في الجروب يا البنات تا الله قلت كي نشوفكم خطرة اش تبارطاجو التصاوير تاع كي نشوفكم خطاش تبارطاجو التصاوير تاع الناس في الجروبات يا شوفي كيفاش عايشه وشوفي كيفاش راجله وشوفوا البنات كيفاش راهي تلبس وكيفاش راهي تخرج ها وجهي فالصو في فالصو كون تطلي على حياتهم تلقاها اكثر من هذيك بيوتي بلندر تلقاو اكثر من هذيك بيوتي بلندر الحمد لله خالط وشدت بعيني اللي تسيبوها انا بدا التليفون وتزوق سالو ميزامي كوكو شوفوا اليوم واش وصلني شوفوا اليوم واش شريت شي زارا شوفوا اليوم واش شريت شي غوتشي شوفوا اليوم واش شريت شي شانيل كذب وانا عليه ما يحملونيش وما يهضروش معايا ويكرهوني خاطرش انا مليحه عليهم خاطرش انا فاطفتهم والله العلي العظيم البنات لا فاطفتهم على بها ما يحملونيش واغلبيه تاعهم ما عنديش كونتاكت معاهم صراحه ما تروحوش من وراء مواقع التواصل يا البنات ما تروحوش من وراء المواصل التواقع هذا شو يسموها بالكم وبالكم تروحوا في هذه اللعبه واش راكم تشوفوا ما كاش حاجه صح اللي شاريه صباط اوريجينال شاريه ميا فالسو يبارطاجو في الجروبات ويحكوا على هذا الصوالح والله لا يغيظوني والله العلي العظيم لا يغيظوني البنات كون يشوفوا واش كاين في الحقيقه تحلي فمك والله العلي العظيم قلت لك على كيف تفضل نضرب اختي مانيش نضرب فيهم بصح راني نهضر على البنات اللي راهم حالين ما فهمهم في السوشيال ميديا
ندير شنو ما كنتش كاع نعرفها مدام. شكرا ديما على الدعم. شكرا يا حبيبي ماما. جو شتي راه تتفل ليندا؟ روحي شوفي بنتي ليندا. ليندا ها وين؟ ها شوفي راهي لابسه لاغوب وراني باغيه نزوجها. شوفي يا ليندا قولي لها هاي ليندا. ليندا ها بنتي كبرت وراهي تذكر باسمك. وليندا ليندا ليندا تفي الكادو تاعك. ها هو انا خدمت لك كلش بالكروشي باش لبسها في السبيطار. ها ليندا ها ها البنت ها مامي دعاء. ديري لا في باز بالك كلها ما على بالي. خلينا غير نكمل الحشا اختي غير نعشيهم ونكمل الحشا ما وقتش. هذه هي بصح البنات صراحة ما ماشي قصة تاع نفضح ولا ما نفضحش. أنا كون عيني نفضح كون نفضح ذاك كون ضربت. أنا وحدة من الناس نبغي نضرب الحديد كيكون حامي فقط. أنا كون عيني نفضح كون نفضحت هذاك راه عادها عامين القصة. فقط ما تأمنوش واش تشوفوا في السوشيال ميديا. ما تأمنوش الرحلات راهم يجوا باطل. لا روحي اللوط. انا كي قلت لهم راني راح نهبط لتركيا وبندير عرسي في تركيا شعال من لوتيل الليكس دي ليكس. بحثوا لي منها اشهار اللوتيل ومنها صور في لوتيل. انا خمس ايام مالي والو يعطوني شومبرا. نقدر نقول لكم البنات وننزل للشيراطون لبنى كارولين دارت عرسها في تركيا وديرتها. شتو وين دارت عرسها؟ دارتها في الشيراطون. وتي تبقى حالة فمك وتنقلي التصاور من الجروب للجروب وكلش باطل. كاينه واحد العيادة ولا العظيم تاع الاسنان رسلوا لي باش ندير لهم اشهار يخلصوا لي لوتر ويخلصوا لي التيكي تاع الطيارة. وين على بالك انت؟ كلش باطل. لي برودوي باطل، اللبسة باطل، التحواس باطل، اللوتيلات باطل، كل ريستورات باطل. فلانه فطرت مع راجلها في هيلتون في العاصمه كلش اشارات مدام. ما عليكم مخلوعين لهذه الدرجه. والله الا كلش اشارات وما تامنوش البنات ما تامنوش. قلت لكم تلقى عندها صاك اوريجينال الباقي فالسو. حتى الواحد يضل يفضل فيكم. راني نشوفكم تبارطاجو بزاف على واحد الانسان اسمها ريمي ولا واش راك تسموها. راهي بالكرش باغيه تولد وقيتها ما كاش جروب لي ندخلو ما نصبوش قاعدين يبارطاجو على ريمي. كيفاش الدراهم كيفاش اللبسه كيفاش الخرجه شنتي ثاني امنتي يا مدام كلش راه. شوفي غير يكون عندك 100,000 متابعين هاكا يطيحوا عليك المحلات البيجوتريا الكل يطيحوا عليك على جال الاشهارات. ودي واش حبيتي ادي واش حبيتي كلش باطل كلش. ويزيدو يخلصوك من فوق والله اللي يزيدو يخلصوك. لذلك ما تأمنوش اي حاجة تشوفوها في السوشيال ميديا. فلانة شريت فلانة خرجت فلانة راح تحوست فلانة راح دارت فلانة ما راحش دارت. تفكري باللي ها كلش اشهار كلش اشهار. انا راني نازله لتركيا صح ورانا هدرنا مع رانا هدرت عجبني واحد الفندق جاي فيه تقسيم. ايا هدرنا معاه في البريفي هنا في الوسمة قالنا باللي حنايا طيح لنا قالت شحال طيح لنا قالنا طيح لنا 475 دولار. ها وين هذا الفندق؟ لا اشهار لا والو. ها وين بصح انا راني باغي نروح لكادي كوي بزاف. جاب لي ربي راني راح نشوف في فندق في ايمينيني ولا في كاش بلاصه تما ولا في السلطان احمد ولا داك نشوف فين نكري. زيدو راني نازله دي اسحاق عند صوفيا طالوني على جال سنين غادي يدير تبييض للسنين اشهار حاجه باينه. قلت لك وين راه الخاتم؟ راني قلعته شوفي وين درته هاني طيب. شو بغيت نقول لك؟ وقيسه يكفيني الوقت. ندي اسحاق عن صوفيا طالوني يبيض لها السنين.
زيدوا شكينا حاجة خلات راني باين ديرها. ما عيطت ليكاش كلينيك ولا عيطت ليكاش شركة كراميل اللي راني متعاونة معاهم على عرسي، لا غوب والكاطو والشومبرا اللي زوقوها لي. هذا مكان تقريبا اشهر في اشهر. ما هندر وين يجيب له الحاجه؟ تا تبكتي هنا ماما تسكفو تسكفو عيطا من دبر الجوز ربع. Screaming and fighting and hitting each other. اختي غير هو اللي صاحب وغير هو اللي يدير حال هو من اللي يجي يجي من الخدمة شو يدير؟ لا صاب كلا لا ما صابش ما كلاش ولا يخرج ياكل برا ويجي يرود. نخليهم هنا قالبين على راسي الله. لا تبدل فون تبدل تعرفوا بداية على يدي كي كان يكتم ذا وكان تبدل 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 شو بص بدل دير دير ما هو جحا تاخي هذا هو راجل من لوكا وامينة اللي راكم تجازين عليه. والله العلي العظيم البنات دير بين زوج وراقي وهوينه وجهي اذا كملت معاه وهوينه وجهي اذا ولدت معاه. يا الروحة قد ما دي لي بابي قاعدة على صبية قالت لك شتي توم راه يرجع الهضرة راه يرجع الهضرة ويخبط البيبان مرة داك تدير بها الطريق الصحيح وتقول لهم شقوا خلي راكي عاد مخلي بنياتو باش يجو كيجي اسحاق عندي هنايا شتو البنات يدابزو ولا ما يدابزوش حسهم ما يطلعش. والله الا دايرهم في الوسط دايره في الوسط وقاعد معاهم ملهيهم راني ندير فيه لايف ولا راني نصور ولا راني معاكم في الكوزينه. هو ملي يدخل يتكسل وراه قاعد يشاف تحت بحر عليه الليل خسر خسر كاع من بعد كينا يروح يرقد في اللي قاع حنا ماناش قاع اكزيستو
والله الا العظيم كنت كاع ما لاش الاكزيت لقاك لا ما لقاش ما يجيك هذه من برا. حليت الثقه راني حليت الثقه اختي خاصو غير يولد. لا قلت لك المراه اللي راهي معاه باينه واعره باينه غير القعده تاعها وكيفاش ترد عليك لا تولد معاه. الشيب والعيب البنات قال لك هذا الولد على العشر قال لك لا بوفر الي ديبريسيف يعني هو راه مكتئب. المهم البنات روحوا روحوا للتيك توك روحوا 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 للتيك توك ضربوا قبل باش الفشية ندير الماكي نتعشى ونعاود ندير معاكم لايف الفيسبوك تاع ماكياج على حسب هذه الفولاخ. والله البنات روحوا روحوا للتيك توك ضربوا بالسلامه.